العزيمة هنا أيضا لها آلية للتشكل. يعني إنسان يقول لك: والله أنا ليس لدي قوة إرادة، كيف أمتلك قوة الإرادة؟ قوة الإرادة هذه تأتي عندما يكون لديك هدف تضعه أمامك وتدرك فوائد تحقيق هذا الهدف. عفوا، هل هي مكتسبة أم هي يعني تعتبر للعامل الوراثي؟ لا هي، لا هي تحتاج إلى عمل، نعم تحتاج إلى عمل وعلم، عمل وعلم. يعني مثال على ذلك، الطالب الذي يطمح أن يدرس مثلا في كلية الطب يدرس ليلا نهارا ويجتهد ليلا نهارا ويحرم نفسه من كل متع الحياة. طيب، ما الذي ولد لديه هذه الإرادة القوية؟ لماذا طالب آخر فشل في ذلك؟ ذهب يستمتع ويلهو ويعبث وعلى الموبايل ولا يهتم ويقول لك: ليس لدي إرادة. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق أن الأول الذي درس وتعب واجتهد أنه أدرك فوائد هذا الهدف الذي وضعه في رأسه. الثاني لم يدرك هذه الفوائد، لم يعلم ما الذي سيحدث له إذا ترك الدراسة وترك العلم وكم سيخسر. لذلك بالنسبة للإنسان الذي يريد أن يصبر، الصبر يحتاج إلى عزيمة. كيف تتولد العزيمة؟ عندما نضع هدفا أمامنا هو لقاء الله. يعني أنا أرى أهم هدف يضعه المؤمن ليس الصلاة أو الزكاة، الصلاة والعبادات ليست هدفا على فكرة، وكل التعاليم التي أمرنا بها الله عز وجل من عبادات وأخلاق ليست هي هدف بحد ذاتها. الهدف الكبير أن كل هذا هو وسيلة نصل بها إلى لقاء الله عز وجل، إلى مرضاة الله عز وجل. يعني الله عز وجل يقول: من كان يرجو لقاء الله. طيب أنت لديك لقاء بعد أسبوع مع ملك، لا إله إلا الله، طيب ماذا تفعل؟ تجلس، نستعد وعد العدة لا ينام الليل ويقول: ماذا سأطلب منه؟ ماذا سأكلمه؟ وأجمل ماذا الثياب سيعطيني؟ ماذا كذا؟ وما ماذا ينامش. كذا؟ صدق الله، ولله يجهز المثل الأعلى نفسه. سبحانه وتعالى. فأنا أرى أخي الأستاذ راضي، بارك الله فيك، أسأل الله أن يرضيك في أمين الدنيا يا رب، والآخرة، وأنتم جميعا أن يا رب. أقوى هدف يضعه المؤمن لنفسه هو لقاء الله عز وجل، ويضع هذه الآية قانون أمامه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. عندما تضع لقاء الله هو الهدف سوف تسعى أوتوماتيكيا لتحقيق هذا الهدف. كيف تسعى له؟ ستعمل على إرضاء الله. طيب كيف يرضى الله عني؟ الله قال لي مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا أنا عندما أجد إنسان صادق أكون معه، أكون في المواقف الصادقة، أترك الكذب. ويوم ترى الذين كذبوا على الله وجوههم وجوههم مسودة. مسودة، أترك الكذب. عندما أمرني الله عز وجل أن أصوم: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أنا أحاول أن أصوم أكبر عدد ممكن من الأيام. عندما أعلم أن الله عز وجل مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، أنا أسعى لأن أدخل في معية الله عز وجل فأكون من هؤلاء الصابرين. وإن الله لمع المحسنين، أسعى أن أكون محسنا لأدخل في معية الله عز معنى وجل. الإحسان هنا، هل الإحسان في العمل ولا إحسان للغير؟ الإحسان هنا إحسان في العمل وإحسان للغير وإحسان بالقول وإحسان في العبادة. وإحسان في العبادة. نعم. والصبر، يعني لو أردنا أن نتحدث بشكل، هو نوع من أنواع الإحسان. أنا عندما أصبر على أذى جاري مثلا
فأنا بالنتيجة أحسن له. والإحسان هو أعلى نوع من أنواع العطاء. أنت قد تعطي إنسان شيء، ولكن هذا الشيء ربما تكون يعني تعطيه شيئا وتمشي. قد تعفو عن إنسان ولكن أنت كاره له. ولكن الإحسان أن تكرم هذا الإنسان وتعفو عنه وتغفر له وتبقى معه ويعني تقدم له كل ما يريد. إذن الإحسان عبادة عظيمة لله عز وجل، والإحسان والصبر مترافقان أيضا. صحيح. يعني سيدنا يوسف عليه السلام صبر على أذى إخوته وأذى زوجة العزيز وأذى الناس من حوله. ومحنة السجن نعم، ماذا قال لهم؟ إنه من يتقي ويصبر ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكأن الله يريد أن يعطيك تعريف للإحسان، هو التقوى والصبر. الله أكبر. مزيج. نعم. إذا يعني التقوى مع الصبر يعطيك نوع من أنواع الإحسان. وبالتالي ما الذي يمنعني أنا كإنسان أن أحسن للآخرين وأحب لهم الخير وأصبر على أذاهم وأقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وأكون مع الله؟ نعم بالله. يعني إن الله مع الصابرين، يعني هذا مفهوم عظيم جدا. حتى على مستوى الأكل الطعام، كثير منا يقرأ هذه الآية ولا يفكر فيها. مثلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب نقرأها ونمشي، هل يفكر أحدنا أنني أنا عندما آكل وأشعر أنني يعني تجاوزت الحد أو أثقلت قليلا، أتذكر أنني أخرج خارج محبة الله إذا أسرفت في الطعام والشراب؟ وبالتالي هذه الآية تجعلني أصبر على شهوة البطن أو شهوة النفس. النفس نعم، ابتغاء مرضات الله وطمعا في حب الله يدوم عليه. بالضبط بالضبط. عندما أخرج في الشارع أو أجلس أمام التلفزيون أو اللابتوب أو الموبايل، وربما تخرج فتاة جميلة، عندما أغض بصري وأنا أتذكر قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يعني أنا عندما أغض بصري ابتغاء مرضات الله وخوفا من عقاب الله، ولأن هذا يرضي الله. يعني الإنسان عندما يحب إنسانا يحاول أن يرضيه، وهذا في حق البشر. فكيف إذا أحببت الله عز وجل الملك؟ فإذا ستستمتع بكل أمر أمرك به عندما تطبقه. أمرك أن تغض بصرك ستجد حلاوة في القلب، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال يجد حلاوة في قلبه إذا ترك النظر إلى ما حرم الله. نعم. إذا كنا يعني كان المسلم مطالب بالصبر على متاعب الحياة، نعم، ومع الغير، أعتقد أنه أجدى وأقوى وأنفع وأشد طلبا مع أهل بيتي. صحيح. وكما قال سيدنا النبي خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كيف يصبر الزوجة التي ابتلي بزوجة يعني منكد عليه عشته بالمصري، أو الزوجة التي برضو ابتليت بزوج يعني لا يعطيها حقها؟ نعم. كيف يكون الصبر؟ والله مشاكل الحياة كثيرة، وإبليس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عرشه على الماء ويرسل سراياه ليفرقوا بين المرء وزوجه. يعني إبليس عمله يبدأ من داخل البيت. لماذا؟ لأنه إذا خرب البيت خرب المجتمع كله. يعني يكفي أن يكون في كل بيت مشكلة تجد أن المجتمع سيفسد بأكمله. أنا وجدت شيء يعني غريب في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عالج هذه المواضيع بكل بساطة.
عليه الصلاة النبي والسلام. عليه الصلاة والسلام لم يكن لديه مشاكل في بيته، كان هناك أمور مناوشات بسيطة بسيطة. جدا، أمور بسيطة جدا وأقل من عادية. لم يضرب امرأة، لم يصل إلى حد أنه شتم امرأة. طيب ما الذي فعله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بكل بساطة أنه طبق تعاليم القرآن. يعني أنا عندما أدخل إلى هذا البيت، أول شيء يجب أن أتنبه أن هناك شيطانا يريد أن يحدث مشكلة ما. فأول شيء في بيتك يجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان، إذا دخل إلى الخلاء أو الحمام ليقضي حاجته استعاذ بالله من الشيطان، إذا فعل كذا كان يقول بسم الله، كل شأن كان ذكرا الله في كل أحواله، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويستعيذ بالله، حتى إذا يعني أتى أهله يستعيذ بالله سبحانه وتعالى. ما معنى يستعيذ بالله؟ أي أنه يطلب الحماية والحفظ من الشيطان، من الله أن يجعل بينه وبين هذا الشيطان وقاية. حافزاً. نعم. وقاية. نعم. نعم. يعني يلتجئ إلى الله عز وجل. فأول شيء يجب أن نذكر الله كثيرا في بيوتنا، وهذا الأمر وجهه الله لنساء النبي. نعم. أن يذكرنا الله كثيراً. نعم. نعم. في بيوتكن. نعم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن. نعم. نعم. الشيء الثاني أن هذا الشيطان بينه وبينك عداوة. الله عز وجل ماذا قال؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. وبنفس الوقت أنت لا ترى، إنه يراكم هو وقبيلهم حيث لا ترونه. طيب بالله عليك، أنا إذا أخبرتك أن هناك لص في بيتك الآن مثلا، هل تستطيع أن تدخل أو ماذا؟ هل تستطيع أن تنام؟ لا طبعا لا تستطيع أن تطرده. نعم. لو دخلت جرادة مثلا أو نعم. فأر فتجد إيش البيت عندكم الفأر؟ نعم فأر. نعم. تجد البيت كله ينشغل به. طيب كيف إذا كان هناك عدو حذرك الله منه وأمرك أن تتخذه عدوا؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما معنى فاتخذوه عدوا؟ يعني يجب أن تحذر منه في كل لحظة. فأنا في هذا البيت أول شيء يجب أن أطرد الشيطان بالمحافظة على ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، الاستعاذة. مثلا من منا اليوم يتذكر عندما يدخل إلى بيته أن يقول وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون؟ هذه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. من منا يتذكر اليوم إذا دخل إلى بيته يسلم. أن يسلم وأن يدعو الله وأن يعني يستعيذ بالله في كل عمل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أنت أول شيء طردت هذا الشيطان. الخطوة الثانية، المرأة في البيت يمكن أن تكون كنز، ففي كل الحالات أنت مستفيد. يعني إذا كانت امرأة صالحة فستكون سببا في دخولك الجنة إن شاء الله. طب إن كانت امرأة سيئة لك أجران، أجر الصبر عليها وأجر هدايتها، لأن الله قد يهديها ببركة كلامك وصبرك وحلمك وأناتك ودعوتك لها بالقول اللين. يعني انظر إلى سيدنا موسى وهارون، عندما أرسلهم الله إلى فرعون، فرعون ماذا كان يفعل؟ كان يذبح أطفال ويستحي النساء، وكان يقول أنا ربكم الأعلى. يعني انظر إلى هذا الطاغية كيف أمر الله موسى أن يتعامل معه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب إذا كان هذا الحال مع فرعون، طيب أحدنا يعني أيخسر شيئا إذا قال كلمة طيبة لزوجته؟
مع العلم أن زوجتك والتغافل عن الهفوات، يعني كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اللبيب من يتغافل ولا يغفل، بالضبط إذا تغافل عن هفوات الزوج. وبالعكس أيضا الخطاب موجه للزوج أيضا، صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا. ما معنى استوصوا؟ يعني يجب أن تصبر على بعض الأمور التي تصدر منها. بالنسبة للزوج السيء أيضا الزوجة التي تصبر وتبتغي عند الله الأجر سبحانه وتعالى، ثق تماما أنها ستكون في حالة نفسية أفضل بكثير من الزوجة التي تصرخ وتنتقم ويعني هذا الأمر. الصبر فيه فوائد كثيرة جدا بين الزوجين، بارك وجعل الله بينكم مودة ورحمة. نعم. بارك الله فيكم. يعني كما أخبرنا الكريم سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولنا في الصحابة والتابعين أيضا الأسوة الحسنة. يعني يحضرني أحد الصالحين أو أحد التابعين كما ذكرت فيما معناه ابتلي بزوجة ناشز، فأصحابه وأصدقائه طلبوا منه أن يطلقها، فقال لا أطلقها، أخشى أن أطلقها فيتزوجها غيره ويبتلى بها. سبحان قالوا له طب ماذا أنت فاعل؟ قال أصبر واحتسب واعمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثل ما أعطى أيوب على بلائه، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ما أعطى أسياء زوجة فرعون. سبحان الله. وكما ورد في الأثر يعني. إذن هذا مكسب. نعم. قلت لك كنز. نعم. سواء يعني كان لدى هذه الزوجة زوج سيء، هذا مصدر للحسنات. يعني الصبر هذا المرء يؤجر رغم أنفه. صحيح. يجب أن ننظر إلى الصبر على أنه شيء جيد وأنه عطاء من الله، وما أعطى الله عطاء للمرء أوسع من الصبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والصبر ضياء. صبر ضياء، يعني أنا أمامي قبر سأدخله، طيب ألا أجهز شيء نورا لي في هذا القبر؟ تصور أنك ستدخل إلى قبر وربما تبقى فيه إلى ما شاء الله مئات آلاف ملايين السنوات، طيب كيف نضيء هذا القبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ملخص بسيط لكل هذا الأمر، والصبر ضياء، كلمتين فقط. أنت عندما تصبر يجب أن تتخيل أن كل لحظة كل ثانية تصبر بها ستضيء قبرك سنوات طويلة. الله أكبر. كل ثانية صبر، الله أكبر. كلما صبرت على أذى زوجتك وبخاصة الزوجة لأنها أقرب الناس إليك، وكلما صبرت الزوجة على أذى زوجها الله عز وجل سيعطيها الضياء في قبرها. هل هناك أجمل من ذلك؟ زائد المردود الفعلي على حياتها بقى الزوجية وأولادها، زائد أنها ستكون في حالة أفضل، لأن الإنسان الذي يصبر أفضل بمليون مرة من الذي ينتقم، لأن الانتقام والعنف يولد العنف ومضر جدا بالنسبة للقلب، على عكس الإنسان الذي يصبر ويحتسب. وبالتالي أنت الخطوة الأولى طردنا الشيطان من البيت بالاستعاذة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قرأنا القرآن أو استمعنا للقرآن، صبرنا على أذى بعض كلا الزوجين، يعني نتذكر أن الله جعل بيننا مودة ورحمة كما قال وجعل بينكم مودة ورحمة. يجب أن أتذكر هذه الآية. فإذا كان أحد الزوجين ليس لديه مودة ورحمة، على الآخر أن يوجد هذه المودة والرحمة من خلال صبره، من خلال كلامه الطيب، من خلال إكرامه. كما قلت خير الناس أكرمهم لأهله، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم. والإنسان عندما يكرم أهله هذه منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى.
ثم بالنسبة للرجل، الله عز وجل أعطاه قانون جميل جدا ويساعده على تحمل مشاكل الحياة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الخير الكثير ذكر مرتين في القرآن فقط، في هذا الموضع، في هذا الموضع وفي الآية الأخرى في سورة البقرة، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كأن الله يريد أن يقول لك كما أن الحكمة فيها خير كثير، كذلك المرأة هذه قد يكون فيها خير كثير، ولكن بشرط أن تصبر وتحتسب، لأنك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون.